معانا امر من النيابه بتفتيش الشقه. ليه؟ بلاش كلام، مش عايز ولا كلمه. ايوه بس بالحق اعرف ليه؟ دلوقتي هتعرف. شنطة مين دي؟ شنطة مين دي؟ هو ايه اللي شنطة مين؟ شنطة مين؟ دي شنطة أمان! شنطة انا يا حضرة الظابط. انت عارف اللي جواها ده ايه؟ اللي حضرتك شايفه ده حشيش وبانجو. حضرتك بتبيع مخدرات؟ شنطة مين دي يا أستاذ؟ شنطتي زي ما قلت لحضرتك. طيب اتفضل معانا. اتفضل معاكم على فين؟ بس ياد ولا كلمة يالا. ولا كلمة ده ايه؟ انتوا رايحين من فين؟ بلاش دوشة. انتوا رايحين من فين؟ انتوا رايحين من فين؟ ضربك ولا ايه؟ لا دول خدوه على السجن. خدوه السجن؟ وضربك لحد ما عورك؟ لا الحكايه مش زي ما حضرتك فاكر، دول لقوا المخدرات في الشنطه. شنطه ايه ومخدرات ايه؟ انا مش فاهم حاجه. في الشنطه بتاعت احمد. يا هنا خالك قال المخدرات؟ خالك فين؟ استلم المتهم ده رشاد بيه. استاذ عبد الحميد حطه في الحجز على ما يتعرض على النيابه بكره. حاضر يا فندم. أستاذ عبد الحميد حضرتك؟ حضرة المتهم أنا متهم بإني شايل مخدرات. مخدرات؟ مش ممكن. للأسف ده اللي حصل. الحقيقة محرج مش عارف تعمل إيه. نفذ الأوامر يا رشاد بيه. أنا مش عارف أعمل حضرتك إيه يا أستاذ. دخلني الحجز أنا معترف. مش ممكن.
الشنطة اللي خد أبوك بيها دي بتاعتك. كنت عارف اللي فيها. يعني الحكاية بجد. أبوك حط نفسه مطرحك. يا حصل انت ده يا أبوك. حرام عليك. ماما من فضلك سيبيني دلوقتي علشان اشوف هعمل ايه واطلع بابا ازاي. هي حزنت تضيع ابوك، تضيع ابوك. يا ماما بابا هو اللي اعترف على نفسه خوفا على هيك ابن. ومن فضلك من فضلك ما تقوليش لاي حد الشنطه فيها ايه، ولا تقولي انها شنطتي. امال هيزني اقول انها شنطه ابوك ازاي؟ هو عايز كده واكيد هيعرف يتصرف. هيتصرف ازاي؟ هيتصرف ازاي؟ هيتصرف ازاي؟ هيتصرف ازاي؟ هيتصرف ازاي؟ يا رب يا رب نجي يا رب نجي يا رب لاجلي طيب. ده انا من غيره ما اسواش حاجة، من غيره ما اسواش حاجة. جمال المحامل بارك من وانا جمال عافي وعلة الجمال، علة الجمال، علة جمال المحامل بارك من ميلة الحمال وانا جمال برحب بيك. بعد شويه هتلاقي الاستقبال اللي هو يعني عارف. ارجع للركن بتاعك وكوم زي ما كنت. كلها اربع تركان انا ركن. ايه في ايه؟ ارجع وكوم زي ما كنت. ارجع شويه وكده. انا غلطان. غلطان. بعد شويه هتقول الحقني يا ابو الشوق، الحقني يا ابو الشوق. مش عارف بقى هلحقك ولا مش هلحقك. أنا مش أنت، أنا الأستاذ عبد الحميد دراز معلم الأجيال. خلاص الروس اتساوت وبان قرار. بقولك معايا تمناية، عمال أخبريه، عمال أخبريه. اخرس. خلاص كده أصبح المعلم تاجرا وأصبح من أخوات كان. أصبح المعلم وفي خبر كان. لا لا، ما زال المعلم رجلا محترما. برضو من أخوات كان. ازيك يا احمد؟ ازي حضرتك يا ازيك يا ابني؟ ابوك فين؟ بابا ماما من ساعتها مش عايزين يدخلوني. ما تقلقش لو سمحت والله. نعم. ممكن تبلغ حضره الضابط النبطش ان كمال ابو العزم بره وعايز يقابله؟ حاضر. شكرا. انا اسف يا استاذ كمال. الحقيقه يا فندم انا لازم اقابله، في حاجه غير واضحه غير مفهومه في الموضوع ده. انا كمان محتاج افهم زي حضرتك، لكن لا بايدي ولا بايد اي حد. لازم اترحل على النيابه بكره الصبح. لعلم حضرتك الأستاذ عبد الحميد أستاذي، وأنا كنت بتشرف إن أنا واحد من تلامذته، وحضرتك ممكن تسأل أحمد ابنه أنا عملت إيه معايا قبل كده، لكن المرة دي صعب، دي قضية إحراز مخدرات ترويج. يا فندم إحراز مخدرات إيه وترويج؟ عبد الحميد دراز لا يمكن يعمل كده، في حاجة غير مفهومة في الموضوع ده. حضرتك ممكن تقابله في النيابة بكرة الصبح تفهم منه. طب ممكن حضرتك تديله شنطة الهدوم دي؟ أنا كنت قاعد بفكر هروح النيابة بكرة إزاي؟ أنا هديله الهدوم بنفسي.
عملت كده ليه يا استاذ عبد الحميد؟ الحمد لله انك جيت عشان تشوف لي محامي. قبل ما اشوف لك محامي لازم المحامي يعرف الحقيقه عشان يقدر يدافع عنك. الحقيقه انا قلتها في المحضر. الحقيقه احمد قالها لي. احمد ابني؟ احمد ابنك. عملت كده ليه؟ اللي قاله احمد انساه. انساه ازاي؟ انا مش هغير اللي قلته عشان تحمي احمد. عشان احمد ياخد حقه. مفيش اي منطق ورا اللي انت بتقوله ده، ومفيش مخلوق هيصدق كلمه من الكلام ده، ولا حتى رئيس النيابه. يعني عبد الحميد راز متخيل انه كده بيحمي ابنه او بينتقم من نفسه؟ ده التفسير الوحيد للموقف. ممكن يكون حاس بالذنب والتقصير تجاه ابنه لانه اتنازل عن حقه. احساس ابوي حقيقي. ايوه بس قايم على موقف عاطفي في غياب لدور العقل تماما. علشان كده عمر بيه انا كنت حريص ان انا اجي لحضرتك نتكلم مع بعض قبل ما تستدعي الاستاذ عبد الحميد عشان تبقى فاهم ايه اللي حصل بالظبط. على اي حال انا ما عنديش فكره عن القضيه دي، حتى اذن النيابه انا ما اطلعتش عليه. اكيد في حد ورا البلاغ والاتهام ده، وانت هتكتشف التلاعب اللي حاصل ده، وهتكتشف مين اللي ورا الحكايه دي. الحكايه القديمه هي الحكايه دي مش انتهت بالتنازل من مده؟ اشك يا عمر بيه، الموضوع ما زال قائم. اصل المشكله نجار بنت فؤاد نصار واحمد ابن عبد الحميد دراز، هما الاثنين دول مربط الفرس. عموما انا هستدعى الراجل واشوف الملابسات ايه. على كل حال يا عمر بيه، احنا واثقين في عداله حضرتك وانك هتتفهم ظروف وموقف الاستاذ عبد الحميد. انا اسف جدا لازعاجك المستمر وبشكرك من كل قلبي. السلام عليكم. مع السلامه. هو اللي جوه. مش عارف اقول لك ده من حسن حظك ولا من سوء حظك. قول اي حاجه. انا مش هقول غير حاجه واحده بس، انا قلت له الحقيقه وما ينفعش انك تنكرها. بابا انت ايه اللي جابك ترجع البيت تقعد مطرح ابوك؟ عايزك مكاني. وما ينفعش الكلام اللي قلته لكمال بيه، ما ينفعش تكدبني. اللي ما ينفعش اللي انت بتقوله وبتعمله دلوقتي. ارجوك يا استاذ كمال ما تدخلش بينا، ارجوك. دول ولادي، انت مش عايش معايا في بيتي عشان تعرف ايه اللي حصل ولا ايه مصلحتي ومصلحه ولادي. ده قراري وانا حر، مش عايز اي شبهه لولادي. ولادي اشرف وانضف من كده، سامعين؟ ولادي انضف واشرف من كده. يا ريت تكون هديت يا استاذ عبد الحميد. أنا آسف جدا. آسف على إيه بالظبط؟ أنا في الحقيقة مقدر العصبية والشد العصبي اللي أنت فيه، خصوصا لما تكون شايل القضية كلها لوحدك وأنت بريء. أنا مش بريء يا ست المستشار. أستاذ عبد الحميد متهيألي إن إحنا في يوم من الأيام كنا أصدقاء وبنكن لبعض كل تقدير واحترام وما زلنا. إيه رأيك؟ ربنا يعلم انا بحب حضرتك قد ايه وبحترمك قد ايه. طيب مش ابسط فروض الصداقه دي انك تصارحني كصديق ولا كمحقق؟ تفرق كتير، من الشمال لليمين. خلاص خلينا في اليمين، ربنا يجعلنا من اهل اليمين. خلينا كاصدقاء. انا هكلم حضرتك كصديق، بس اللي هقوله يفضل بيني وبينك، يعني ملوش دعوه بالمحضر. اذا كان ده يوافق جنابك انا مستعد. موافق يا استاذ حميد. اتفضل يا استاذ، سيبنا شويه لو سمحت. تحت. انا سامعك يا استاذ عبد الحميد كصديق، قول لي بقى ايه هي الحقيقه؟ اللي قالها احمد للاستاذ كمال. يعني المخدرات بتاعت احمد؟ ما اعرفش، لكن كانت في شنطته، ولما الضابط سال شنطه مين دي قلت له دي بتاعتي عشان خاطر احمد. استاذ عبد الحميد انت بتحمي احمد وتدمر نفسك. انا استاهل. وأسرتك كمان تستاهل. خلي بالك يا أستاذ عبد الحميد، أنت بتحمي أحمد وتحطم أسرة بحالها بما فيهم أحمد. بعدين أحمد مش صغير، أحمد مسؤول عن تصرفاته وسلوكه، دي جريمته. لما بنت فؤاد نصار تحبه وهو يحبها تبقى دي جريمة؟ لأنه رياضي متميز وخدوه يلعب في نادي الأغنية والولاد غاروا منه، دي جريمة؟
لان ابوه فقير ومش قادر يعيشه في مستواهم او يدافع عنه. دي جريمه. ولا جريمته ان فؤاد نصار يقابلني في مارينا ويقول لي هانسي في ابنك. امتى حصل ده؟ من مده قريبه. وبعد كده بعت العربيه لحد البيت عشان اروح له القصر. وهناك حاول يغريني بالفلوس اللي عايزها احمد عشان يبعد عن بنته. سياده المستشار، انا لا ابرئ ساحه فؤاد نصار من اللي حصل ده. حتى لو ده صحيح، فده مش هيعفي احمد من جريمته رغم كل المبررات اللي قلتها. عارف، يمكن انا السبب، يمكن اكون قصرت في تربيته، بس والله ما قصرت، والله ما قصرت. لكن الظاهر ان الزمان ده التربيه الصالحه والبيت الطيب مش كفايه. بره بقى اخطر من جوه بكتير. معك حق، بس الحل انك تتهم نفسك بالكذب. انا هستحمل الاتهام لان ده هيرضيني في النهايه. بس مش هيرضيني انا يا استاذ عبد الحميد. اللي يرضي حضرتك اعمله. اللي هيرضيني هو تطبيق القانون، ودي مهمتي. انت نفسك كنت بتطالب بسياده القانون مش كده؟ وما زلت بطالب بسياده القانون. يبقى ما فيش قدامي دلوقتي غير اني امر بحبسك 4 ايام على ذمه التحقيق، رغم اني واثق انك بريء. في نفس الوقت مقدر فيك احساسك الابوي العظيم ده. نجار، نجار. ايوه يا ماما. الساعة 2:30 يا حبيبتي، وميعاد مستر عبد الحميد الساعة 3. كلميه في البيت واكدي عليه. حاضر يا ماما. عارفة نمرته طبعا. طبعا حافظاه، بس اوعي تنسي انا واحمد ليا نسبة في المشروع ده. ليكوا نسبة؟ احنا اللي لينا نسبة. احنا عاملين كل ده عشانكم يا حبيبتي، بس اعملي حسابك. اوعي بابا يعرف. ها سلك كبير يا ماما، ما تخافيش. حد يرد على التليفون يا اولاد. يا هنا ردي على التليفون يا بنتي، لا يكون خالك ولا ابن خالك عاوزين يقولوا لنا حاجه. الو، من فضلك دي شقه مستر عبد الحميد؟ ايوه شقه عبد الحميد. مين يا اخي؟ انا عايزه مستر عبد الحميد. عبد الحميد اخويا مش موجود. رد يا هلا. الو، مين معايا؟ انا نجار. اهلا يا نجار. دي نجار، قول لها المستر عبد الحميد قبضوا عليه. قبضوا عليه ليه يا نجار؟ ها مين اللي بلغ عنه؟ سمعني يا نجار، بلغوا عن مستر عبد الحميد، بيقولوا معاه مخدرات. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ردي عليا. الو الو، محدش بيرد. ايه اللي حصل يا بنتي؟ فاهمين مستر عبد الحميد يا ماما. ماله؟ قبضوا عليه. قبضوا فين؟ بتهمة المخدرات. انت بتقولي ايه؟ اللي قالوه يا ماما، اللي قالته لي طنط. تعالي هنا. رايحه فين؟ رايحه اعرف الحقيقه. دخل السجن ليه ومين دخله؟ بعد كل اللي عمله يجي البوليس ويقبض عليه. ترتيبه ومرتبينها له. انا اسفه يا طنط، اسفه قوي. اسفه على ايه؟
وحيفيد بإيه الأسف؟ يا أختي أنا مش عايزة أسف، أنا عايزة يرجع بيته. طمني يا طنط، أكيد في حاجة مش مظبوطة. ترتيبه ومرتبينها له. لا يا طنط، أكيد في حاجة غلط. كله غلط، كله غلط. من ساعة أحمد ما اتصاب لغاية دلوقتي كله غلط. حتى التنازل كان غلط. إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ يا طنط أنا هحاول أعرف إيه الحكاية. أنا مش قادرة أصدق إن ده كله يحصل. حتى لو في حد قصد ان هو يعمل كده بس ما يوصلهاش للدرجات دي. ترتيبه ومرتبينها له. طب ممكن اقابل احمد؟ تقولي له يا بنتي من ساعه اللي حصل وهو مش عايز يكلم حد ولا يشوف حد. ادخلي له يمكن يكلمك. يا حبيبي يا اخوي ترتيبه ومرتبينها له، ده اخويا واني عارفاه مش ممكن يغلط ابدا ابدا. أظن دلوقتي عرفتي إيه اللي كان معايا، وصدقتي كمان لما قلتلك إن سكتنا مش واحدة. مش أنا قلتلك كده؟ وقلتلي كمان إنت هتبتدي من جديد. ملحقتش، صدقيني ملحقتش. رحت للراجل عشان أرجع له الحاجة، قال لي صرفها، رجعت بيها ومش عارف أعمل إيه. وجي البوليس لقاها. بابا قال إن هي بتاعته. صعب مش كده؟ أنا فهمت كده برضو، ما أنا ملقتش تفسير تاني. شوفي لك حل بقى. أنا مش لاقي حل ومش قادر أستحمل بابا يخش السجن بدالي، وبابا مش عايز يعترف عليا. علشان يحميك. هو قال كده برضو، قالوا إن لما يعترف على نفسه محدش هيصدقه والاتهام هيبقى ضعيف. انت بتكرهيني قوي دلوقتي، لازم تكرهيني. بس في حاجة واحدة بس أنا عايز أعرفها، مين اللي بلغ عني يا نجار؟ أنا كمان لازم أعرف مين اللي بلغ عنك. لازم أعرف يا أحمد. بعد الزوق هلا بره بره. ازيك يا عبد الحميد؟ عامل ايه يا اخويا؟ عامل ايه يا عبد الحميد يا اخويا؟ انا كويس يا شيخ يونس. انتوا ايه اللي جابكم؟ ايه اللي جابنا ازاي يا عبد الحميد يا اخويا؟ انت ما كنتش عاوزنا نيجي ولا ايه؟ يعني ما كانش في داعي للبهدله. ازيك يا استاذ طاهر؟ مش عارف اقول لك ايه يا عبد الحميد. ما تقولش حاجه، فك كلامش يا امين. تعالوا في حضني. ازيكم يا اولاد، عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. مش ناقصنا غير حضرتك بس. انا مش ناقصني حاجه، بس مش عاوز اشوف دموعكم. يا ريا بتعيطوا ليه؟ انت مش عاوزنا نعيط ولا ايه؟ هو انا مجرم ولا مدان عشان تعيطوا؟ انت شفت اللي كتب عنك في الجرايد عبد الحميد؟ مش عايز اشوف. لازم تشوفه عشان تعرف حجم القضيه قد ايه. دي بقت قضيه راي عام. قلت لك هتتعب يا عبد الحميد. فاكر لما كلمتني في اسكندريه عن فؤاد نصار واللي عملته فيه؟ اهو لفق لك تهمه. انا عارف بابا، انا اسف ومش عارف اعمل ايه. اللي تعمله انك ترجع الجامعه وتذاكر كويس وتنجح وتتجوز نجار، ده اللي هيريحني، وساعتها هتحس انك انتصرت على فؤاد نصار وعلى الفقر، وتبقى رجعت لي حقي. إن شاء الله هتخرج من الكلية تبقى ظابط زي سيادة النقيب. أنا بابا مش عارف هيقولوا لي إيه في الكلية. هيروح الكلية إزاي عبد الحميد قبل ما تاخد براءة؟ يعني يسيب الكلية؟ لا أنا ما قلتش يسيبها، يستمر فيها لحد ما يتحكم في القضية
واما يفضل في الكليه اما هيحولوا حقوق. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. استاذ عبد الحميد. اهلا استاذ اسماعيل، خير؟ ايه اللي جابك؟ علشانك انت دايما صاحب فضل. استاذ عبد الحميد، انا مش عاوزك تنسى اللي انا قلته لك، فاكر؟ طبعا فاكر. الاستاذ اسماعيل كان دايما الناصح الامين بالنسبه لي وقت خصومتي مع جماعه ياهو فؤاد نصار والشركاء شكري عبد الرؤوف الوزير السابق. الاستاذ طه سيد احمد محامي برضه، صديق العمر وبلدياتي، جه من اسكندريه جري عشان يقف جنبي في ازمتي. الازمه المره دي يا استاذ عبد الحميد مش سهله، انت عايز كل الناس تقف جنبك وتنصرك وتشهد معاك، واعتبرني انا اول الشهود. سيادتك هتشهد ببراءه الاستاذ عبد الحميد؟ وباثر راجع كمان يا استاذ. الاستاذ عبد الحميد فاهم، والخصوم اللي دبروا له القضيه دي فاهمين. انا لما كنت محامي بتاعهم حذرتهم وقلت لهم اي ظلمه يقع على الاستاذ عبد الحميد انا اللي هقف لهم. انا متشكر قوي يا استاذ اسماعيل. ما تشكرنيش يا استاذ، اظن انت المره دي واثق فيا. دايما واثق فيك. من النهارده انا المحامي بتاع الاستاذ عبد الحميد. حضرتك محامي الاستاذ عبد الحميد دراز؟ وشاهد سيادتك انجاز التعبير باثر رجعي. حقيقه مش فاهم حاجه يا استاذ اسماعيل. حضرتك فاكر ان انا كنت المحامي بتاع الوزير السابق شكري عبد الرؤوف؟ فاكر حضرتك طبعا. افتكرت، وحاولت الضغط على الاستاذ عبد الحميد ولفقوا له تهم كتير وادعوا عليه ادعاءات اكتر، لولا ان حضرتك وقفت لهم كانوا زمانهم قضوا على الاستاذ عبد الحميد من زمان. افهم من كده ان حضرتك ما كنتش مشترك في التلفيق ده مع انك كنت محامي شكري عبد الرؤوف؟ لا يا سياده المستشار، انا سبت شكري عبد الرؤوف ولغيت التوكيل بسبب اتهام الاستاذ عبد الحميد بدون وجه حق، والقضيه اللي معروضه قدام حضرتك دلوقتي دي كمان ملفقينها له؟ بالتاكيد يا فندم. وايه اللي خلاك متاكد كده يا استاذ اسماعيل؟ القرائن السابقه والطريقه اللي بيشتغل بيها شكري عبد الرؤوف. ايوه يا استاذ اسماعيل، بس انت ما تعرفش ان الاستاذ عبد الحميد اتنازل من زمان وهم كمان اتنازلوا وحصل صلح؟ انا واثق ان ده اسلوبهم. واثق ان الاستاذ عبد الحميد بريء وحاسبت قدام حضرتك براءته وقدام المحكمه؟ تحت امرك يا باشا. ابعت الاستاذ عبد الحميد دراز. حاضر. انا عايزك تسمع منه هو اذا كانوا ملفقين له القضيه دي ولا لا. كويس انه طلبني بدري. يلا بينا يا عبد الحميد. انت هتدخل معايا؟ امال انت فاكرني جاي من اسكندريه عشان اسلم عليك؟ ده قضيتي يا استاذ، وان شاء الله هنكسبها، وفضيحه فؤاد نصار هتبقى بجلاجل على ايديا ان شاء الله. طه سيد احمد المحامي، وكيل عن الاستاذ عبد الحميد دراز. وشاهد برضه؟ شاهد ازاي يا فندم؟ ما هو الاستاذ جاي محامي وشاهد. شاهد باثر رجعي على كل اللي حصل. وبيؤكد ان القضيه متلفقه لك يا استاذ عبد الحميد. ايه رايك؟ اتفضل. يعني الاستاذ اسماعيل عارف كل الملابسات اللي حضرتك عارفها. وانا بحترم رغبتك وكلمه الشرف اللي قطعتها على نفسي اللي ما اقولهاش. هيا يا استاذ عبد الحميد، مش عايز تقول الحقيقه للاستاذ؟ انا قلت الحقيقه في التحيه يا سياده المستشار. وانا ما زلت منتظر انك تقول الحقيقه عشان تريح نفسك وتريحني من الحرج الوظيفي ووجع الضمير اللي انا فيه. وخلي بالك انا ممكن اديك افراج دلوقتي واخلي سبيلك بدون ضمان، يا اما اديك 15 يوم على ذمه التحقيق. الشنطه بتاعت مين يا استاذ عبد الحميد؟ يعني ما ردتش عليا؟ اظن الكلام اللي قلته في التحقيق كفايه. يعني مصر ان الشنطه شنطتك؟ ايوه. ايه رايك استاذ عبد الحميد؟ جرايا عبد الحميد، انا قلت اللي عندي ومش هغيره، وارجوك يا سياده المستشار ما تسيبنيش مصلوب بين ابوتي وحريتي. مش انت بس اللي مصلوب، انا كمان مصلوب بين الضمير والواجب. انا مش عارف اقول ايه في المحكمه يا استاذ عبد الحميد. انت وعدتني كصديق ووعد الحر دين. دين تقيل قوي، مش عارف هستحمله ازاي. لا لا، لازم تستحمله ولا تبقى غدرت بيا كصديق. لأول مرة أعرف إن الواجب لازم يبقى بعيد عن الصداقة. والصداقة واجب مقدس كمان يا سيادة المستشار. ده إذا كنت لسه بتعتبرني صديق يعني. حقيقة أنا كنت بعتبرك مثل أعلى. دلوقتي ما بقتش مثل أعلى؟ في مثل تاني، مثل كبير أوي.
مثل الأبوة اسمه عبد الحميد دراز. يبقى ما تحرمنيش من الإحساس ده. حاضر يا أستاذ عبد الحميد، مفيش قدامي غير إني أدي 15 يوم استمرار على ذمة القضية. ماما أنا رايحة المستر عبد الحميد. رايحة له السجن ولا البيت؟ يا ريتني أعرف أروح له السجن إزاي؟ مفيش قدامي غير بيته. تفتكري ده بقى ينفع دلوقتي يا نجار؟ يا ماما ده مبقاش ينفع إلا دلوقتي. حضرتك كمان متصورة إن مستر عبد الحميد اللي أنتِ عرفتيه يشيل مخدرات؟ الحقيقة يا بنتي أنا مش عارفة أقول إيه. لا قولي يا ماما، قولي الحقيقة اللي أنتِ متأكدة منها وبابا متأكد منها وقال لي عليها. الحقيقة إن ابنه اللي كنا بنجري وراه هو اللي كان شايل المخدرات، وبلغوا عنه بعد ما وعد حضرتك إن هو يبقى كويس، وبابا ضحى بنفسه ودخل السجن بداله. وهو ليه يعمل كده بباباه؟ عشان يجيب فلوس ويبقى زينا، عشان عذبناه وعذبنا باباه. كان عايز يعمل اي حاجه عشان ان شاء الله يشيل مخدرات، نقوم في الاخر نبلغ عنه. انت ليه مصره ان احنا بلغنا عنه؟ انا متاكده يا ماما، انا كنت متصوره ان حضرتك هتقفي جنبه. ما يستاهلش مستر عبد الحميد ان انت تقفي جنبه، ولا عشان ضحى بنفسه ما بقاش يستاهل؟ الحقيقه يا بنتي انا ما شفتش ولا عرفت راجل يعمل كل ده. ساعديه يا ماما، ساعديه وساعديني، ده الوقت اللي محتاج لك تقفي فيه جنبه. ولا تفتكري هنسيبه يتحبس ونتفرج عليه؟ انا اقدر اعمل ايه يا بنتي؟ ترضي ضميرك، مش ده مستر عبد الحميد اللي انت كنت هتشاركيه عشان هو امين ومحترم؟ اعتبريه لسه شريكك. انا شخصيا مش هسكت، ان شاء الله اقف قدام المحكمه واقول الحقيقه. من ساعه ما ضربوا احمد لحد ما بابا دخل السجن انا قلت لك الكلام ده قبل كده. انا مش عارفه اعمل ايه، اروح لمدامته البيت ولا اعمل ايه؟ تعالي معايا يا ماما نروح له، صدقيني ده اكتر وقت محتاج لنا فيه عشان خاطري يا ماما. اهلا اهلا واهلا وسهلا. اهلا بيكي مدام. ازيك يا نجار؟ ازيك يا طنط، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلوا. الحقيقه انا بعتذر اني اتاخرت، بس صدقيني انا ما كنتش عارفه اعمل ايه. سامحيني. لا ابدا مفيش حاجه، اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا يا نجار، دي دعاء رجعت والله. طب ممكن ادخل اشوفها؟ اه اتفضلي يا حبيبتي، هي قاعده في اوضتها. اتفضلي. مش على اذنكم. اتفضلي يا هانم. تسلم رجليكي اللي جابتك لحد عندنا. متشكره قوي. انا الحقيقه لحد دلوقتي مش قادره استوعب اللي حصل. هنعمل ايه؟ نصيبنا كده. الحمد لله على كل حال. تشربي ايه؟ لا متشكره متشكره قوي. انا بس عايزه استاذن حضرتك في حاجه لو سمحتي. قوي قوي، اتفضلي اتفضلي، وارجوكي ما تقوليش لا. ايه ده يا مدام؟ ده مبلغ بسيط. مبلغ ليه؟ احنا معانا فلوس والحمد لله. انا عارفه ان معاكم والحمد لله، بس ده عشان القضيه. معانا يا مدام معانا، لو احتاجنا هنكلم حضرتك. مدام امال ارجوكي، انا كان في مشروع بيني وبين الاستاذ عبد الحميد، أكيد قالك. هو عمره ما خبى عني حاجة أبدا. طب اعتبري المبلغ ده مقدم. مشروع؟ لا عاد في مشروع ولا دياوله، وصاحب المشروع ربنا اللي يعلم بيه وباللي هيحصل له. معلش يا مدام، أنا مش هقدر أخد منك حاجة غير لما أستأذنه. أنا هستأذنه. تستأذني؟ هطلب زيارته وأستأذنه وأطمن عليه كمان. ده كتير قوي يا مدام. ما تقوليش كده يا مدام امال، ده واجب، خصوصا اني متاكده انه بريء. متاكده انه بريء؟ ايوه، وعارفه ان تمن براءته غالي قوي. سيبنا عايز اتخمم. ما اخويا يا حبيبي اتخمم.
شام من الجامع. اوعى تقولي لي انت ما معكش يا وبعدين في الجامع ده بقى ما معروف اديني سكره اقولك اديني سكره وبكت بكت انا انت راجل طيب انت راجل طيب مش هتقول لي مش كده مش هتروح مطرحك وتنام وانت ساكت. يا اسكت يا اسكت ازاي اروح فين واجي منين؟ انا اللي بنام ولا بصحى ولا حاجه ده يا معروف انا خدامك انت خدام وعبد المخدرات مش ليا. ابوس على ايدك. استغفر الله استغفر الله. ابوس على ايدك. انت بتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ واسوي ايه؟ اروح فين واعمل ايه؟ بقول لك تعمل ايه؟ تروح في 60 داهية. محدش يعمل في نفسه كده. انا ما عملتش في نفسي حاجة. هم اللي بتاجروا وروجوا. هم اللي عملوا فيا كده. وانت بتاجروا وتروج. مش كده وعطولي. اسكت. قلت لك اسكت خالص. اوعى اوعى تقول اسكت. انا كنت بلف لهم وارص لهم واسطر لهم ويشموا واقعد ارقص لهم عشان يتبسطوا لغايه لما جت الكبسه وجتال وهم بره مستريحين مبسوطين زيك كده. اسكت. لا مش هسكت. اوعى تقول لي انك انت ما كنتش بتتاجر زيهم وبتبيع زيهم وتقول لي ان انا ديوس وانت استاذ محترم. فاهم؟ انا استاذ محترم غصب عنك. انا استاذ اجيال كامله. طب جابوك هنا ليه؟ ها؟ حطوك هنا ليه؟ مش هتفهم. مش هتفهم. عمرك فهمت يعني ايه اب؟ عمرك حسيت يعني ايه ابن؟ انت بالكتير حشرة مدمن تبيع شرفك وشرف بنتك عشان برشامة عشان برشامة وتجري وراها زي الكلب. ايه مالك؟ تجري وراها زي الكلب. انا مش متهم. هموت ان شاء الله. هموت. انا اب. انا اب. انا مش مفعول بيه ولا فاعل. انا نائب فاعل ونائب الفاعل عمره ما كان مجرور. دايما مرفوع يا جهله. اهلا يا كمال بيه. اتفضل. انا متشكر جدا 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 ليك. على ايه؟ على كل حاجه. وبصراحه كمان انا حاسس ان انت متعاطف مع الاستاذ عبد الحميد ومقدر ظروفه. بس انا اللي طالبه منه حاجه واحده بس، انه يقدر ظروفي انا كمان. وعلى فكره تقدير ظروفي دي مسألة مهمة جدا. يا عمر بيه احنا كلنا مقدرين ظروفك. وانا كمان حاسس بالصراع اللي داير جواك. استاذ كمال انا مش عايز ابعد عن الحقيقة. محدش فينا عايز يبعد عن الحقيقة، كلنا عايزين الحقيقة وأولنا الأستاذ عبد الحميد. بس قول لي نعمل إيه؟ قول لي أنت نعمل إيه؟ الحقيقة أنا مش عارف، بس هو في حاجة ممكن تساعد. بنته كانت مسافرة لندن ورجعت هي وجوزها وعايزين يجوا يزوروه. وفي اصدقاء كتير ليه عايزين يجوا يزوروه. ده بالاضافه للمدام، مدام الاستاذ عبد الحميد. وطبعا هي اولى. هل ده متاح؟ حاضر يا استاذ كمال، سهله نتكلم فيها. حاضر. كتر خيرك. فاضل حاجه بقى يا ريت تساعدنا فيها، ان احنا نفرج عنه. نخلي سبيله يعني؟ بكفاله. صعبه صعبه الحقيقه. هو لو خرج يقدر يفكر كويس ويعيد ترتيب حساباته، واحنا كمان هنقدر نفكر معاه كويس. استاذ كمال لازم تعرف ان انا كمان عايز اساعده. انا متاكد انه بريء، بس ابوته واقفه قدامي. واقفه قدامه هو كمان. ده اب يحترم لابن غير محترم. حكايه انه ابن غير محترم دي سيبها شويه، هكلمك فيها بعدين. بس يا ريت تقدر تساعدنا ان احنا نخلي سبيله. ليك زياره يا حضره المتهم. مين اللي عايزني؟ يا اخي اي حد يعوزك اطلع وطل بره احسن من الحبسه دي. يا اخي فكها بقى لاجل النبي عليه الصلاة والسلام.
ربنا اللي هيفكها من عنده. ونعم بالله. ازاي على الزيارة دي؟ الحمد لله على سلامتك يا دكتور. وازيك؟ ازيك انت عم. نحمده على كل حال. مش هتسلمي عليا يا امل؟ تشجعيني. ده ظلم، حرام والله يا حرام. علينا نستحمله. انت ما تستاهلش كده ابدا. دي قضية تانية نتكلم فيها بعدين. بس عشان خاطري. يلا نقعد مع بعض. خايف وقت الزيارة ينتهي وما الحقش اشبع منكم. وحشني. انت اللي وحشتني. والله العظيم وحشني. بس يا أمل بس. ودعاء وحشين. والدكتور وحشني. ومدام ألفت مش بس وحشني. مش عارف أشكرها إزاي على كل اللي عملته وعلى زيارتها دي. يا ريت كان في إيدي حاجة أقدر أعملها. دي أكتر حاجة قدرت أعملها. واللي ساعدنا في طلب الزيارة. كمال بيه أبو العز. الأستاذ كمال هو اللي طلب من عمر بيه طوبات تصريح بالزيارة. وكان هيجي معانا بس طبعا عشان عددنا كبير فاتزل انا. ربنا يبارك له. طمنوني عليكم انتوا. كنتوا عاملين ايه في الغربه؟ مستنيين حفيد حضرتك ان شاء الله. لازم تقولوا له ان جده راجل محترم. طبعا محترم. الف بعد الشر يا اخويا. لو انت هتستنى هنا لحد لما يجي ولا ايه؟ بعد الشر. أستاذ عبد الحميد، ما ينفعش تصر على الاعتراف ده. في إيدي أعمل إيه؟ أكيد في حل. مش هتستحملي يا أمل. هتموتي في إيه؟ لو حصل وشفتي مكاني. وهو أنا كده مش بموت يا عبد. بعد الشر عليك. بعد الشر عليك كلكم. بس أنا أقدر أستحمل. وهستحمل. لإمتى يا أستاذ عبد الحميد؟ في ايدك حل تاني؟ كمال بيه هيكلم المحامي بتاعك والمحامي التاني كمان. بس انا معترف. هيشككوا في اعترافك وهيطلبوا الافراج عنك بكفاله. ايوه انا قلت للاستاذ كمال لو الكفاله 100,000 جنيه هندفعهم. هجيب 100,000 جنيه منين يا امال؟ كل اللي تطلبه المحكمه انا هدفعه. استاذ عبد الحميد احنا مش شركاء. نبقى شركاء على الخير والشر زي ما بيقولوا. تفتكري هينفع ان احنا نبقى شركة؟ هينفع. امال ايه؟ بكره تطلع بالسلامه وتعمل 1000 مشروع. بس حتى لو ده حصل مش هسمح ان اي حد يوجه لاحمد ابني اتهام او شك. ان شاء الله هتخرج بكفاله وساعتها نفكر ونشوف نطلعك من التهمه دي ازاي. مين قال ان انا هخرج بكفاله؟ الاستاذ كمال وقال من اول جلسه ان شاء الله. أقوالك إيه يا أستاذ عبد الحميد؟ أنا كل أقوالي قلتها في التحقيق يا سعادة الرئيس. تفتكر إن دي الحقيقة؟ يا أستاذ عبد الحميد ساعدنا عشانك وعشان العدالة. سيادة الرئيس، القضية اللي معروضة أمام سيادتكم واحدة من قضايا كتير ملفقة ضد الأستاذ عبد الحميد. ملفقة إزاي يا أستاذ والمتهم معترف؟ الاعتراف ربما كان تحت ضغط يا سيادة الرئيس.
سيادة الرئيس، احنا بنطمع في عدالة المحكمة وسعة صدرها انها تتيح لنا فرصة لاستجلاء الحقيقة وعرضها امام عدالة المحكمة. المتهم معترف يا استاذ. نقنعه بتراجع عن الاعتراف لسيادة الرئيس اذا تفضلت هيئة المحكمة ووافقت على اخلاء سبيله بضمان مالي. المحكمة تدينا فرصة لتقديم المستندات والشهود اللي تؤكد ان الاستاذ عبد الحميد تعرض للادعاء الكاذب اكتر من مرة في قضية سابقة الخصوم فيها كانوا من المشاهير وذوي النفوذ. الحكاية دي قديمة سيادة الرئيس، والأستاذ عبد الحميد بعيد عنها. وضح كلامك يا أستاذ، بلاش الألغاز دي. أنا السبب يا سيادة القاضي، أنا السبب في كل اللي حصل للأستاذ عبد الحميد. تعالي هنا قربي. أنا مستعد أحكي لحضرتك كل حاجة حصلت. نجار بلاش يا بنتي. أنت مين؟ أنا نجار فؤاد نصار، بنت فؤاد نصار رجل الأعمال المشهور، وهي دي المشكلة من أولها يا سيادة القاضي. إيه المشكلة؟ المشكلة إن بابا غني وعنده فلوس كتيرة قوي، لكن الأستاذ عبد الحميد مدرس اللغة العربية ما عندوش فلوس ولا غني زي بابا. ما هو مش كل الناس أغنية زي والدك. بس مش كل الناس عندهم ولد زي أحمد زميلي، بحبه وبيحبني. إيه ده؟ هي دي الحياة سيادة القاضي، هو ده اللي حصل. بابا رفض إن أنا أتجوز أحمد، بس أنا قلت مش هتجوز أي حد في الدنيا غير أحمد، وبقولها قدام الناس كلها، أنا مش هتجوز حد غير أحمد. أنا طلبت إن أحمد إحنا نتجوز عرفي، لكن هو رفض. أصر إن يعيش شريف وأصر إن هو يحافظ عليا. هدوء هدوء، مش عاوز صوت في القاعة. وبعدين يا أنسة؟ أنا ما أعرفش غير إن زمايلي في النادي ضربوا أحمد وكانوا عايزين يموتوه، وكان في قضايا زي ما المحامي ما قال. بس اللي أنا متأكدة منه يا حضرة القاضي إن الأستاذ عبد الحميد مظلوم، أنا سبب في كل اللي حصل. طب اتفضلي اقعدي يا أنسة، طلباتك إيه يا أستاذ؟ نطلب من عدالة المحكمة الموقرة إخلاء سبيله بأي ضمان مالي لاستيفاء مستندات القضية. يخلى سبيل المتهم بضمان مالي 20,000 جنيه. نجار متشكر قوي يا بنتي. أنا ما قلتش غير الحقيقة يمكن عبد الحميد. هنعمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ مفيش يا حاج، لازم الكفاله تدفع النهارده. النهارده؟ دول 20,000 جنيه. هنتصرف يا حاج. ايوه هنتصرف. لازم تدفع في النيابه عشان يخرج من الاسم. بس 20,000 جنيه كتير. القاضي برضه ما رعاش الظروف، ده راجل مدرس. ان شاء الله نبيع ارضنا، هيطلع. ان شاء الله حتى بيع عفش البيت. النهارده، والا هيبات في الاسم لغايه بكره. يا لهوي. حضرتك بنت الملياردير فؤاد نصار، هي حكايه الحب دي بالك من قد ايه؟ انا قلت كل الكلام في المحكمه. نجار، هو حكايه الجواز دي بينك وبين احمد بصحيح؟ ما تردي عليا، هنا انا مش بتكلم معاكي. هي يا هنا تعملي عليا صحفيه انت كمان؟ لا انا صاحبتك واحمد ده بقى ابن خالي. امال انا متسكه باحمد ليه يا هنا؟ لانه خاف عليا في وقت انا ما كنتش خايفه فيه على نفسي، خاف عليا وحماني من نفسه يا هنا. عشرين الف جنيه ويدفعوا النهارده؟ بيقولوا يا ماما ان هي كفاله. طب كويس ان هو هيطلع بكفاله، اكيد القاضي تعاطف معاه. اصلا انا كمان شهدت يا ماما. شهدتي بايه؟ شهدتي باللي حصل. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل من يوم الخناقه مع ميدو والقضيه، قلت لهم ان امك المظلوم وانا السبب. واحمد مظلوم؟ الحكايه كلها انا السبب فيها يا ماما، وبصراحه كمان بابا السبب وفلوسه السبب. حتى لو دي الحقيقه، ما كانش مفروض تروحي المحكمه وتشهدي وتقولي انت مين وبنت مين؟ ولو فرضنا بقى ان هم طلبوكي للشهاده يا ماما هتعملي ايه؟ هيطلبوني انا ليه؟ وانا اعرف ايه؟ مش حضرتك تعرفي ان مستر عبد الحميد ده راجل محترم؟ مش هتقولي الكلام ده؟ هتيجي معايا نروح نزوره لما يطلع ولا لا يا ماما؟ لما يطلع بس. هيطلع ان شاء الله يا ماما. يا امان امسكي، دول كل اللي حلتي. ايه دول؟ زي ما انت شايفه كده امسكي. واني هخليهم لامتي؟ ولا انا عندي يعني اعز من اخويا عشان اقلعهم له؟ ده احنا لمينا كل الذهب اللي معانا وبرضك الفلوس مش مكفيه. الدكتور علي قال انه هيتصرف. يا لهوي بالي، احنا اخواته، ده هو حيالله جوز بنته، يدفع ولا يتصرف ليه؟ لا يا اختي ما تحمليش هم، الشيخ يونس وصل لحد البلد واني قلت له يرهن الفدانين بتوعي وان شاء الله هيجيب الفلوس النهارده. احنا عملنا حسابنا على 10,000 جنيه،
كناش عارفين ان الكفالة هتزيد زي ما قال الاستاذ المحامي. يا دعاء دعاء. نعم يا ماما. انا نازله يا بنتي ابيع الحاجات دي، تيجي معايا؟ استني يا ماما لما علي يجي ينزل معاكي حتى نشوف هو قدر يتصرف في قد ايه. امسك يا ابني. 2000؟ كل اللي معايا في الدفتر، ولو املك غيرهم انت عارف مش هتاخر. انا عارف حاج، ربنا يخليك لينا، وان شاء الله الاستاذ عبد الحميد اول ما يخرج هيتصرف ويردهم على طول. يا ابن المهم انه يخرج، عشان ده جد عيالك اللي جايين، واللي لازم يجي ويلاقي اسم جدهم ابيض زي البفته البيضه. ان شاء الله، بس انت دعواتك معانا يا بابا، حضرتك عارف كويس انه مصدوم. عارف، والناس كلها عارفه، وعارفين التلفيقه دي جات له منين، بس ربك سبحانه وتعالى هو اقوى من الجميع، هو اللي اسمه العدل، واللي حرم الظلم حتى على نفسه. دي لازم دعاء. الو؟ ايه دعاء؟ لا انا ثواني، مسافه السكه هكون عندك على طول. يلا سلام سلام. اتاخر يا دعاء. قال مسافه السكه يا ماما وجاي. ده اكيد علي. السلام عليكم يا بنتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا جاي عشان اقول مبروك. الله يبارك في حضرتك. الحقيقه يا ست ام احمد، انا جاي عشان اطمن، عملتوا ايه في حكايه الكفاله؟ وتكلف نفسك عشان كده؟ يا خبر، وانا هكلف نفسي لحد احسن من الاستاذ عبد الحميد؟ ايوه سعاده البيه، بس يعني كان ممكن في التليفون. تليفون ازاي ما تجيش يا ست ام احمد؟ طبعا كان لازم اجي بنفسي واساهم في حكايه الكفاله. اتفضلي. ايه ده؟ يعني ده مبلغ بسيط اللي قدرت اتصرف فيه، يا رب تكون كده الكفاله كملت. بس احنا معانا، اتصرفنا، هنتصرف يعني. يا ست ام احمد، ده المبلغ اللي انا قدرت اتصرف فيه، يا رب تكون الكفاله كده كملت. على فكره دول 3000 جنيه، يلا عن اذنكم. لا لا ما يصحش، معقوله حضرتك برضو هتمشي كده؟ ما هو لازم كلنا نمشي اذا كانت الكفاله كملت. ايوه بس احنا ورانا مشوار صغير كده. رايحين تبيعوا الحاجه مش كده؟ اتفضل يا عمي في الصالون، علي زمانه جاي والمبلغ باذن الله هيجي. والله يا بنتي انا اسف، انا معرفش، ده اللي قدرت اتصرف فيه. هاي كلنا ما كناش نعرف. ازاي حضرتك يا استاذ؟ ازيك يا بنتي؟ معلش انا عارف انك زعلانه، بس مش لوحدك، كلنا زعلانين. ده اكيد علي المره. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا نجار؟ اهلا 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 مدام الفا. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك انت؟ ازيك يا طنط امال؟ ازيك يا حبيبتي؟ الاستاذ كمال ابو العزم، مدام الفت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك رايح تدفع الكفاله مش كده؟ هو احنا مستنيين بس. ما تستنوش حاجه، بعد اذنك. انا معايا فلوس الكفاله. مدام الفت انا مش عارفه. انتي اختي وهو اخويا. بقول لحضرتك ايه، احنا ندفع المبلغ ونخرج الراجل وبعد كده نبقى نشوف مين اخو مين، بعد اذن حضرتك. متشكر يا ست نقيب. وانا عملت ايه بس يا استاذ عبد الحميد؟ انت عملت كتير يا ابني. يا ريت كنت اقدر اعمل حاجه، على الاقل نرد الدين اللي علينا لحضرتك. الله يخليك، متشكر قوي يا جماعه. يلا يا احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، نبارك لك يوم البراءه ان شاء الله. قول يا رب. اتفضل يا بابا. ايه يا بابا، حضرتك مش عايز تنزل ولا ايه؟ لو وصلنا لازم ننزل. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيع. الله يسلمك يا مجاهد. عشان خاطري خليكم مكانكم.
مش عاوز احس اني غبت عن البيت يوم واحد ولا عنكم. مش عايز احس اني كنت في السجن ورجعت للبيت. ترتيبة يا اخوي، ترتيبة ومرتبينها لك. معلش يا فضل، سيبوني اقعد لوحدي عشان اشوف الترتيبة دي ترتبت ازاي. وانا حاسس ان ربنا ان شاء الله هرتب لي اخرج منها ازاي. اكيد امال عاملة اكل، والاكل اللي بحبه. كل حاجة يا حبيبي نفسك فيها موجود. عارفين انا نفسي فيه. نفسك في ايه يا اخوي؟ نفسي اقعد اتملى في وشوش كل حد ما اشبع. ده الجوع الحقيقي اللي كنت بحس بيه طول ما انا هناك. نبص في وشوشكم، خصوصا وش ام احمد. كنت وحشاني يا هنا. بس بس يلا تعالي اقعدي جنبي. لا يا اخويا تقعد فين؟ انت تخش تغير هدومك وتاخد لك حمام وبعدين اقعد اتملى في وشوشنا زي ما انت عايز. الحمد وشكر لك يا رب، الحمد وشكر، الحمد لله انك رجعت لبيتك ولعيالك يا اخوي. يا سلام، بيت الواحد حاجة تانية. سلامتك يا عبد، ده انت وحشتني قوي. وانت كمان. المهم سلامة احمد. تعرف نفسي انام قد ايه؟ نام يا حبيبي، نام زي ما انت عاوز، انا مش هصحيك الا لما تصحى لوحدك. مش هتصحيني يا امال، في 100 حاجه تمنع عني النوم. اولها ان نعرف الحقيقه. حقيقه ايه؟ مين اللي بلغ عن احمد؟ ومين اللي حط لي المخدرات يا عبدو؟ محدش حطها له. انا حاسس ان حد ضحك عليه، وانا شاكك في رؤى. ايوه، بس لازم اعرف مين اللي بلغ البوليس وبعتهم لنا لحد هنا. يكونش الناس بتوع القضيه؟ شكري والعطر. بعد ما ضربوا ولادهم. جايز. وبعدين ضحكوا عليه وعملوا اصحابه. لكن اللي اكيده مش جايز إن فؤاد نصار قال لازم أنسفه. الشنطة دي بتاعتي. وبعدين؟ يطلعوا حضرتك ويحققوا معايا. ما تهونش عليا. أنا استحمل أدخل السجن. لو ما استحملش أشوفك جواه. وأنا كمان مش قادر أستحمل كده.
مش قادر تستحمل ان انا ادخل السجن؟ يبقى افتكر ان انا دخلت عشان بحبك، كان نفسي اعمل لك حاجه، لكن انا ما حلتش غير الايام اللي باقيه من عمري عشان اقدمها لك، وانا عمري كله تحت رجليك يا بابا. لا يا ابني لا، انت لسه شباب، عايزك تعيش شبابك وحياتك وتنجح. بس في سؤال، الحاجات اللي كانت جوه الشنطه جبتها منين؟ بتاعت رؤى فاروق، بس والله العظيم ثلاثه رحت ارجعها له، قال لي صرفها لاخر مره وبعد كده ما عرفوش. صرفها لاخر مره؟ يعني كنت بتصرف مخدرات؟ مين كان يعرف الحاجات دي معاك؟ مفيش اصحابي اللي حضرتك عارفه. ابن شكري عبد الرؤوف وابن العتر وخالد انت الاستاذ كمال؟ ايوه. تفتكر حد منهم هو اللي بلغ عنك؟ مش عارف، بس هو كمان بيشرب. احمد انا لما تنزلت انت صرت وقلبت الدنيا وسبت البيت وعليت صوتك عليا، بس انا لما تنزلت مش خوفا منهم، لا انا تنزلت غصب عني عشانك وعشان كل اللي في البيت ده. اتنزلت بس ما بعتش شرفي وبقيت زيهم. قول لي انت بقى، خدت حقك منهم ازاي؟ بقيت خدام لرقبتهم وكيفهم، ومديت ايدك تاخد فلوسهم قال ايه عشان تبقى غني، وانا كنت متصور ان التربيه اللي ربيتها لكم هتبقى حصن ليكم قصاد الجنون اللي احنا عايشين فيه. يا ابني انا مربيكم من صغركم ان المال الحرام ما بيوصلش غير اللي احنا فيه دلوقتي. قولي تفتكر ان حد منهم يكون بلغ فؤاد نصار ان معاك الحاجات دي؟ مش عارف، بس انا وهو ونجار اتقابلنا. اتقابلتوا انتوا التلاته فين؟ في محل سمك. تعال تعال اقعد، قولي كل كلمه قالها لك.